أنا أبو نعم رجاء، مثل التنعام. دعواتي هلا هلا بأهل الديرة. نعم خير، كلهم طيبين. جعلك طيب من رب قريب. أبشرك دكتور. ولا والسكر يأثر على الأسنان طبعا بعد من ضمنها. صحيح، ما ذكرت الأسنان. لا بعض أسنان بعض الناس. طيب كمل دكتور. طيب كمل. احنا حقيقة شو اسمه نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو السكري. نرجع الحقيقة موضوع ذكر أنه الفحوصات هذه الدورية، وهذا أيضا علم ترى. الفحوصات الدورية هذا علم. من اللي يسوي فحوصات دورية وكيف وكذا وكذا وكذا. فإحنا نسوي فحوصات أول ما يجي الطفل الجنين يأتي نسوي له فحوصات شاملة في المستشفيات أول كذا. على الطفل. طبعاً على أساس نشوف وش عنده بعض الأمراض عنده كذا عنده كذا. جميل جميل. نسوي فحوصات أيضاً للشخص لما يكون عمره 40 سنة. مهم نقول سوي فحوصات كاملة. نقول احنا عموما ان نسوي فحوصات للناس اللي عندهم نتوقع عندهم امراض معينه نسوي له فحوصات. الشخص يعني سنويا يفترض يصير له يسوي فحوصات شامل نفسه. وش الفحوصات هذه دكتور؟ غالبا احنا نقول السكر، الدم، نشوف هل عندك فقر دم ولا لا، احنا نسميه سي بي سي ولا كذا، والسكر اللي هو الهيموجلوبين. الهيموجلوبين من ضمنها طبعا كلها هذه. و سي بي سي يعني كلها كلها طبعا هي بوحده سي بي سي. هذا معمول دكتور جابه بدون سكر. ما شاء الله بدون سكر اكيد. بدون سكر ما شاء الله. لا اله الا تحيه لي الربع يا والله تستاهل التحيه. بس قبل شوي تقول حلا اخواتك ومحاولات. شوف نرجع نقول المعادن في الجسم الالكترولايت نسميه احنا المعادن الالكترولايت والكلى مهم جدا نشوفها. طيب هذه الاشياء مهمه. بعض الدهون سنويا طبعا دهون مهم جدا نشوفها ايضا لنا احنا كلها. ففي اصلا لسته معينه كويس ولا هذه فحوصات ويختلف شخص من شخص. يعني اللي عنده مرض السكري لا نقول له مثلا لازم كل 3 شهور تسوي لنا بعض الاشياء. اذا علشان المشاهدين السكر اي كي بي ايز خاصه بالاهمها يعني اي طبعا بالنسبه قصدك مرض السكري عموما. ايوه عموما يعني عموما احنا قلنا الدم والسي بي سي. هو السي بي سي هو الدم. أيوة. ونشوف الهيموجلوبين ونشوف الحديد برضو. ايوه المعادن الالكترولايت نسميها. الكلى الكلى وللسكر تمام كويس ولا احيانا. الان بصراحه انا اقول فيتامين د مهم جدا. الناس بتشيك على فيتامين د الان نسوي ارتباطه بالسكر بس, بس, بس ما يعتبر انه من الاشياء الكبد طبعا. هو فيتامين د اي فيتامين د اي طبعا في بعضهم ايضا الكبد لها دور نسوي له فحوصات. لكن فيه طبعا انا اوجه المشاهد الى انه اصلا هي موجوده ترى يعني ما فيها. لو فحوصات الدوريه لو تشوفها بالجوده تطلعها لك بالكبد يا دكتور. اي الكبد اللي قلت لك قبل شوي مراكز الدكتور الصحيه بدون تحديد اسماء اللي تقول لك 600 ب 400 ب 300 تسوي لك تحليل فحص. هذا هو هذا هذا اللي هو فحص الشامل. يعني نبحث عن مركز موثوق ونسوي بالضبط اي سوي لك تحليل شامل. لكنه يعني انا اقول ثقافه الفحص الشامل لنا جميعا مهمه يا جماعه الخير. خلني اشوف يا اخي القلب مع الفحص دكتور الان. التغذيه هنا اشوف الى انها هي السبب الاول. وإذا كان عندي الحمية والاستعمال الخبز الأسمر مع الخبز الأسمر والخبز الأبيض الظاهر أنها درجة واحدة ولكن الفرق في الإمساك وعدم الإمساك. لا من حيث حسب ما نأتي الأنسجة. أي الثاني هل الحمية الغذائية تكفي؟ طيب مع تناول الأنسولين أبر ولا حبوب كلها يعني لا في الأول ولا في الثاني؟ أي ألا ترى لأن الحمية سبب من أسباب اعتدال السكر عند الإنسان؟ بالعكس من أهم الأسباب. طبعاً إحنا الآن نرجع إلى الوقاية وهذا موضوعنا المهم جداً جداً مهم جداً. إنه الناس الناس يعرفون وش كيف. أول شيء أنا الآن ما عندي سكر كويس ولا تمام. طيب ما قبل السكر واللي عنده سكر تمام. 3 درجات ما عندي. انا ما عندي ما قبل السكر. بس اني خايف الله يستر تعرف وضعنا احنا يختلف. ما قبل اللي ها نقول انت بلا في هالفتره ما قبل إيه؟ الفتره هذه مع فطيحه هالرطب